أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة استمرار احتجاز ميليشيا الحوثي في رداع لمئات المسافرين في ظروف لا إنسانية بحجة محاربة كورونا. وما هي وكيف يمكن لليمنيين حماية أنفسهم من الوباء في ظل عدم وجود دور ملموس للسلطات المعنية؟ توفيت امرأة مسنة وأخرى حامل جراء استمرار ميليشيا الحوثي في احتجاز المسافرين بمحافظة البيضاء ومنعهم من الوصول إلى مناطقهم. وقالت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز مئات المسافرين القادمين من السعودية في مديرية الملاجم في ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة بدعوى الحجر الصحي. وأكدت المصادر وفاة امرأة مسنة جراء المعاناة تحت حرارة الشمس، في حين تحدثت أنباء عن وفاة امرأة حامل جراء تعسر الولادة ومنع ذويها من إسعافها إلى المستشفى. المصادر أضافت أن الميليشيا تفرض مبالغ مالية على المسافرين بحجة رسوم الفحص، كما تقوم بابتزازهم وأخذ مبالغ مالية تصل إلى 400 ريال سعودي مقابل السماح لهم بالمرور. نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: استغلال الميليشيا للوباء لابتزاز المواطنين وأخذ أموالهم أو معاقبتهم بالمكوث أياما في العراء، وما هي الإجراءات المطلوبة من اليمنيين لوقاية أنفسهم من الوباء، خصوصا وأنه لا دور ملحوظ للسلطة الشرعية في هذا الجانب. هنا بشر تتشابه في سلوكها مع الفيروسات، ويمكن أيضا توصيفهم بالوباء الوخيم على البلاد. فهؤلاء يدعون محاربة وصول كورونا إلى البلاد عبر احتجاز المواطنين في ظروف غير إنسانية. هنا يتم تخيير المرء بين دفع مبلغ مالي للعبور دون فحص أو أي معوقات أو البقاء في العراء لمدة 14 يوماً. وهنا أيضاً يتم تجميع عشرات المسافرين إلى مكان واحد كإجراء وقائي منعاً لانتشار الوباء على طريقة الميليشيا. والمقصود بهنا جغرافياً نقطة أبو هاشم في منطقة رداع بمحافظة البيضاء، حيث تشير الأخبار الواردة إلى أن امرأة مسنة وأخرى حامل توفيتا جراء استمرار ميليشيا الحوثي باحتجاز المسافرين. مصادر محلية قالت إن ميليشيا الحوثي تواصل احتجاز مئات المسافرين القادمين من السعودية بمديرية الملاجم في ظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة بدعوى الحجر الصحي. وأكدت المصادر وفاة امرأة مسنة جراء المعاناة تحت حرارة الشمس، في حين تحدثت أنباء عن وفاة امرأة حامل جراء تعسر الولادة ومنع ذويها من إسعافها إلى المستشفى، مضيفة أن الميليشيا تفرض مبالغ مالية على المسافرين بحجة رسوم الفحص، كما تقوم بابتزازهم وأخذ مبالغ مالية تصل إلى 400 ريال سعودي مقابل السماح لهم بالمرور، ما يعني أن الميليشيا تسخر كل شيء حتى الأوبئة لابتزاز الناس وأخذ أموالهم، وأن الحديث عن الوقاية من دخول الوباء إلى البلاد ما هي إلا دعاية للاستهلاك الإعلامي كما جرت العادة. أبدأ النقاش مع ضيفي ممتاز الناشط الحقوقي ياسر المليكي. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بك وبالمشاهدين. وفق ما وصلكم من معلومات من رداع، ما الذي رصدتموه من انتهاكات تمارس هناك بحق المسافرين؟ بداية أشكر قناة بلقيس لفتحها هذا الملف الذي كان جزءا من ملف أكبر يؤرق اليمنيين والعالم أجمع. بالطبع أن ميليشيا الحوثي قامت بإجراءات ضمن إجراءات تعتبرها للحجر الصحي للمسافرين الذين القادمين من المملكة العربية السعودية. هذه الإجراءات أقل ما يصف عنها بأنها مهزلة أو استخفاف بهؤلاء المسافرين أو هؤلاء السكان وحقهم في التنقل وحقهم في عدم إهدار كرامتهم. وبالتالي فإن ما تقوم به جماعة الحوثي أو ما قامت به جماعة الحوثي هو مهزلة بحق هؤلاء. المعلومات الواردة من منطقة عفار الواقعة في مديرية الملاجم بأن عشرات المسافرين الذين احتجزتهم ميليشيا الحوثي في إطار مبنى تنعدم فيه كل وسائل الصحة، كل وسائل السلامة، كل وسائل
الوقاية من الأمراض البسيطة، ما بالكم بمرض أرق العالم وهو مرض كورونا. وبالتالي فإن هذه الميليشيا تعتبر هذا تستغل هذا التوقيت وتستغل هذا المرض لابتزاز المسافرين والابتزاز السكان، وخصوصا هؤلاء القادمين من المملكة العربية السعودية. إضافة إلى هذا المكان منطقة عفار، هناك مكان آخر اتخذته جماعة الحوثي محجر للمسافرين، وهو في منطقة الراق بمديرية منبه محافظة صعدة في إحدى المدارس. للأسف حوش مدرسة ينعدم لأبسط المقومات الإنسانية للسكن، فما بالكم بالحجر والوقاية والسلامة والأمن الإنساني والصحي وغيره. بالتالي فإن جماعة الحوثي تمارس عمليات ابتزاز على هؤلاء السكان، على هؤلاء المسافرين. هذه الممارسات هي تناهض مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بحق السلامة وحق التنقل. طيب، سأعود لك أستاذ ياسر، سأعود لك لتذكر لي ما هي عملية الابتزاز التي تمارسها بحق المسافرين ميليشيا الحوثي. أرحب بضيفنا الطبيب المتخصص في علم المناعة الدكتور محمد العزب، ينضم إلينا من الصين. أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمود، مرحبا بك عزيزي والمشاهدين الكرام وضيوفك. في البداية دكتور، لو نشرح آلية عمل الفيروس وكيف ينتقل. نعم، هذا فيروس متناهي بصغر بيئة بيولوجية تميزت عن غيرها من إخوانها في عائلة كورونا فيروس أو عائلة الكورونا، لأنه العالم شهد وبائين منفصلين من عائلة كورونا، هو ميرس الذي ظهر في المملكة العربية السعودية في 2016 وسارس الذي ظهر في جمهورية الصين الشعبية في 2002. لكن هذا الفيروس رغم أنه من نفس العائلة إلا أنه يتمتع بخاصية الانتقال السريع، وهو عبارة عن طفيل إجباري يستوطن الخلايا التي تكون حويصلات الرئة وتسبب ضيق بالنفس، ضيق شديد. طيب الإجراءات، لو نتحدث عن اليمنيين، الإجراءات الوقائية التي ينبغي عليهم اتباعها الآن، وكيف تتابع أنت الحال الآن في اليمن؟ حتى الآن يقال أنه لا وجود لحالات مصابة بالفيروس داخل البلد. نعم، المعلومات الواردة من اليمن تفيد أنه لم تسجل حتى الآن أي حالة، لكن هذا يدعونا كذلك للشك، لأنه المنطقة المحيطة بنا كلها مصابة، وهناك والوباء منتشر في عمان ومنتشر في السعودية، وهذه دول محيطة بنا، ولدينا مغتربين في أوروبا، ولدينا مغتربين في الصين، ولدينا مغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية، وهؤلاء يدخلون البلاد. هناك شك ربما أن يكون قد انتقل، وأن الأجهزة الصحية الموجودة في اليمن لا يوجد لها القدرة على اكتشافه. لكن ما ندعو له الشعب هو الالتزام بإجراءات الصحة والوقاية التي أعلنتها وزارة الصحة، والتي تعلنها عبر وسائل الإعلام، بغض النظر هل هناك حالات أو لا يوجد. ينبغي أن نتعامل مع الحالة وكأن فيروس كورونا موجود، لأن هناك الآن نظرية تقول أنه قفز من الحيوانات إلى الإنسان، أو أنه قفز من الخفافيش أو الأفاعي إلى الإنسان، لكن هذه تظل تقارير علمية معتبرة، لكن لا نعول عليها. ربما هناك احتمال يقول أن هذا فيروس كورونا هذا وقته وهذا موسمه، وربما أنه موجود في الطبيعة بشكل طبيعي ويقفز من أي مكان، ولا داعي لوجود مسافرين من مناطق موبوءة ليدخلوا وينقلون. يعني بهذا أنه يمكن أن يكون موجود كورونا بدون أن ينقل عبر أي مسافرين، لذا وجب على كامل أبناء شعبنا أن يتوخوا الحيطة والحذر ويرفعوا درجة المسؤولية إلى أعلى درجة. طيب سأعود لك دكتور محمود، أعود مرة أخرى للأستاذ ياسر.
كنت أشرت عن وجود عمليات ابتزاز تمارسها ميليشيا الحوثي بحق المسافرين المحتجزين لديها، ما أشكال هذا الابتزاز أستاذ ياسر؟ بداية دعني أقول أنه من واجب أي سلطة تسيطر على أرض سواء جماعة الحوثي كسلطة أمر واقع أو الحكومة الشرعية، واجب أخلاقي وقانوني أن تتخذ كل وسائل السلامة المناسبة وكل إجراءات الأمان والحماية للسكان من أي خطر، من أي وباء، من أي ضرر. هذه الحماية تتوجب على كل سلطة تحكم منطقة ما. للأسف جماعة الحوثي ما اتخذته من إجراءات تعتبرها هي صحية، أنا أعتبرها من ضمن التشعيب التي تتخذها جماعة الحوثي لمواجهة قرارات، لمواجهة قضايا متعددة في الشأن اليمني، من بينها هذا الوباء الذي تفشى في دول متعددة. جماعة الحوثي للأسف الشديد استخدمت أولاً منطقة ليست مستشفى، أقصد مبنى ليس مستشفى، ولا توجد فيه وسائل سلامة أو وسائل صحية أو وسائل بدائية للفحص الأولي لمواجهة هذا المرض. هذه جريمة ترتكبها جماعة الحوثي بحق هؤلاء السكان. الجريمة الأخرى وهي ابتزازها لهؤلاء السكان أو المسافرين تحديدا القادمين من المملكة العربية السعودية، هذه الجماعة استخدمت عديد وسائل للابتزاز، من بينها أخذ مبالغ مالية لكثير أفراد وسمحت لهم بالدخول. يعني أن الظرف الذي تستخدمه، الوقت الذي تنفذ فيه هذه الجماعة هذه الإجراءات هو للابتزاز وليس لحماية هؤلاء السكان. طيب كم هي المبالغ وبحجة ماذا؟ مبالغ مالية وتسمح لهم. طيب كم هي المبالغ التي تمت بحجة إدخالهم أو السماح لهم بالمرور والعودة إلى مناطقهم وإلى محافظاتهم؟ بالتالي هذا الظرف هو ظرف تتكسب فيه جماعة الحوثي، تتربح فيه على حساب هؤلاء المسافرين. لا يهمها أمر السكان ولا يهمها أمر سلامتهم الصحية. المصادر الإعلامية التي تتحدث عن أن كثير سكان مروا من هذه المناطق ابتزتهم جماعة الحوثي مبالغ مالية تزيد أو تقل، لكنها أخذت عنهم هذه المبالغ وسمحت لهم بالمرور بدلا عن أن تحتجزهم في هذا المكان الذي أسمته حجر صحي. هذا جانب. الجانب الآخر أن جماعة الحوثي وهي تستخدم هذا المكان لم توفر لهؤلاء المسافرين أي للأمان والسلامة والظروف البيئية والظروف الطبيعية، شمس ومن أجواء حارة والآن موسم الأمطار، وبالتالي فهي ترتكب في حقهم جريمة في أنها تحتجز هؤلاء السكان بذريعة الأمن الصحي، وهي تمارس وسائل لا إنسانية بحقهم. الوسائل الإعلامية تتحدث عن موت امرأتين في هذا المحجر الصحي التي اتخذته جماعة الحوثي، إضافة إلى أن الفيديوهات التي تناقلها المسافرون من المحجر الصحي الآخر من منطقة الرقو بمديرية منبه محافظة صعدة أمر يدعو إلى الشفقة والضحك على هذه الجماعة، وهي تستخدم حوش مدرسة لا يوجد فيه أي الوسائل البداية الأولى للسكن من طية وغيرها وأفرشة وغيرها لينام هؤلاء السكان، ما بالك بالأشياء الصحية، بالأشياء التي يمكن مواجهة هذا الفيروس. لذلك جماعة الحوثي وهي تقوم بهذا الإجراء هي تصادر حق هؤلاء المسافرين من التنقل، تصادر حق هؤلاء المسافرين من الحرية وعدم الاحتجاز، إضافة إلى المعاملة اللا إنسانية التي يتلقونها داخل هذه المحاجر. الشيء الآخر وهو الابتزاز الذي مارسته هذه الجماعة وتمارسه بحق هؤلاء المسافرين، لا يوجد أي ما يمكن أن يردع هذه الجماعة أن تتوقف عن هذه الإجراءات، حتى منظمة الصحة العالمية متواجدة في اليمن لكنها لم تنسق مع جماعة الحوثي لإقامة هذه المحاجر. هي تعرف أن
جماعة الحوثي تبتز هؤلاء المسافرين، وإلا منظمة الصحة العالمية هي المهتمة وهي الأولى بأن تقيم هذه المحاجر، وهي قد أعلنت أرقام طوارئ للمواطنين للإبلاغ عن أي حالة فيروس كورونا. أشكرك جزيلا أستاذ ياسر المليكي ناشط الحقوقي، كنت معنا من تعز. أعود للدكتور محمود. دكتور محمود، وفق الإجراءات المتبعة الآن يقال أن المواطن اليمني وحيدا وهو الآن مجبرا يعتمد على نفسه، كيف يمكن له الاعتماد على نفسه وحمايته وحماية أهله من الوباء، بما أنه لا توجد هناك إمكانيات حتى الآن ربما تكشف عن أي إصابات؟ نعم، ينبغي أن نوجه جهدنا في التوعية بشكل كبير جدا نحو المواطن اليمني، لأننا بالحقيقة نعول عليه بشكل كبير أكثر من المسؤولين عن شعبنا، وذلك للظروف التي يمر بها شعبنا اليمني كما تعلم عزيزي. فأهم نقطة في موضوع الفرد اليمني أو المواطن في الشعب اليمني لابد أن يتلقى التوعية الكافية، وهذه الآن أصبحت متاحة في اليوتيوب ومتاحة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي وفي أي موقع يمكن أن يبحث عنها عن طرق العدوى، عن طرق انتقال العدوى وكيفية الحماية والوقاية. لكن دعني هنا أركز على موضوع البقاء في البيت، ولو أن هذا الخيار صعب لكثير من الأسر اليمنية نتيجة للأوضاع التي نعيشها، لكننا نطلقها مناشدة لكافة أبناء شعبنا أن يلتزموا بالبقاء في البيت قدر الاستطاعة ولا يخرجون إلا للضرورة، لأن هذا الفيروس لا يرحم، والحكومات يبدو أنها ليست في وادي هذا الموضوع، فلديها مشاغل أخرى سياسية وحربية ربما أنها ليس من أولوياتها موضوع الحماية أو الوقاية. فموضوع البقاء في البيت هذه خطوة مهمة جداً. في حال الخروج من البيت لابد من ارتداء الكمامة إن توفرت، هي طبعا إجراء احترازي ومبالغة في الاحتياط حتى لا نجعلها شرطا أساسيا، لأن العزيزي كما تعلم هناك أزمة في موضوع الكمامات، لكن الكمامة هي ضرورية عند الاحتكاك بمصابين أو عندما ضرورية للعاملين في المجال الصحي الذين يتعاملون مع مصابين بفيروس كورونا. فموضوع الكمامة كذلك موضوعا مهما، كذلك غسل اليدين نقطة مهمة جدا، ويجب أن نعلم أن العشر الأصابع التي نحملها هي التي تحمل لنا أغلب الأمراض المعدية وتنقلها. فعند الخروج من البيت والعودة لابد من غسل اليدين بالطريقة المعروفة لمنع الانتقال، كذلك تقليل اللقاءات المجتمعية أو بالأصح يمكن نقول إنهاءها تماما، سواء كانت مجتمعية للعرس أو عزاء أو من هذا القبيل أو الدخول في أسواق شعبية أو أسواق القاعات، كل هذه التجمعات هي بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا. موضوع المصافحة، موضوع الآن وزارة الأوقاف أعلنت عن توقيف صلاة الجماعة والجمعة، وهذه خطوة تحمد عليها، لكن الآن لازلنا نناشد الحكومات بإغلاق أسواق القات والأزواق الشعبية وضبط حركة الشارع، لأنه في مثل هذه الجوائح الوسائل الناجعة في محاصرة الوباء هو المحافظة على مسافة متباعدة بين السكان، وهذه المسافة المتباعدة قد يساهم فيها الفرد، لكن تدخل الحكومات في هذه النقطة شيء مهم ومحوري. لا قدر الله، يعني هناك من يطرح فرضية أنه إذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه الآن فيما يخص أسواق القات والتجمعات السكانية أنه قد يتفشى المرض ربما بحالة أكبر مما يحدث الآن في الصين وإيطاليا، إلى أي حد هذا الطرح صحيح؟ نعم صحيح 100% عزيزي. دعني فقط أضرب لك مثل، الآن الانتشار الذي كان في الصين قبل شهر من الآن، الصين بحمد الله حاصرت الوباء وانحسر انحسارا شبه تام داخل حدود جمهورية الصين الشعبية، نحن الآن نشهد له انتشارا مخيفا في أوروبا. بعملية حسابية بسيطة، إذا حسبت معدل انتشاره في إيطاليا مثلا
فإنه يبلغ 26 ضعف انتشاره في الصين بالنسبة لعدد السكان. فإذا كان نظاماً صحياً وأنظمة حكومية متطورة وحكومات إلكترونية مثل التي حصلت في إيطاليا وإسبانيا لم تستطع مواجهة هذا، وكان السبب الأساسي في الانفجار والانتشار لوباء كورونا في إيطاليا وإسبانيا هي التجمعات الغير مرخصة أو أن هناك أناسا نقلوه إلى تجمعات، فما بالك في نظام صحي مهترئ وبنية تحتية هشة في بلادنا اليمن. أعتقد أنه لا سمح الله ورسول الله أن يجنبنا هذا، وما يدعو للتفاؤل هو عدم تسجيل أي حالة إلى الآن. أما إذا سجلت حالة على سبيل المثال في سوق شعبي أو سوق قاد فسيكون هناك انفجارا كارثيا. أشكرك جزيلا دكتور محمود العزب طبيب المتخصص في علم المناعة، كنت معنا من الصين، وينضم إلينا من تعز نائب مدير التثقيف والإعلام الصحي الأستاذ تيسير السامي. أهلا بك أستاذ تيسير. أستاذ تيسير تسمعني؟ سنحاول التواصل مرة أخرى بالأستاذ تيسير السامعي وهو نائب مدير التثقيف والإعلام الصحي في تعز لنتحدث معه عن الخطط التي تم وضعها حتى الآن لمواجهة أي احتمالية لانتشار الوباء في المحافظات اليمنية. هل تم وضع خطط عمل من قبل الجهات المعنية، وهل ما هي الإمكانيات المتوفرة الآن؟ هل قدمت المنظمات الصحية العالمية وتحديدا منظمة الصحة العالمية هل قامت بتجهيزات معينة ودعم تقدمه للجهات الحكومية؟ أهلا بك أستاذ تيسير. اهلا وسهلا اخي سامي، مرحبا وتحيه طيبه لك. استاذ تيسير، هل وضعت خطط عمل لاي احتماليه لانتشار الوباء؟ نعم، تحيه لك اخي سامي، تحيه لكل المستمعين والمشاهدين لقناه بلقيس، واشكركم على اهتمامكم وعلى اعطائكم وقت من وقتكم بهذا الوباء. اما بالنسبه للاجراءات الاحترازيه طبعا الحمد لله حتى الان لا تزال بلادنا بعيده عن هذا الوباء، لكن هذا لا يعني انه لم يصل اليها، فهناك طبعا اجراءات عمليه تم اتخاذها خاصه في محافظه تعز. طبعا هناك مركزيه شكلت من قبل السلطه المحليه طبعا، وايضا غرف عمليه فرعيه من قبل قياده المنصب الصحه والسكان، وهذه الغرف تعمل يعني بشكل دائم ومستمر، وهناك اجراءات احترازيه قمنا بها طبعا، ايقاف المدارس، وقد تم ايقاف المدارس، الجامعات، التجمعات، ايضا المساجد الان بدات بالوقوف، اضافه الى ذلك ايضا الان اسواق القات هناك اجراءات الى منع اسواق القات، وقد اصدرت الان توجيهات من قياده السلطه المحليه الى اداره الامن بمنع يعني التجمعات في اسواق القات. اضافه الى ذلك ايضا هناك منع الوافدين، يعني منع اي اشخاص وافدين قادمين الى من خارج المديريه من خارج المدينه يتم حجرهم، وقد خصصت اماكن الحجر في منطقه الضباب. فهذا فاي شخص ياتي من خارج الوطن سيتم حجره لمده 14 يوم، وحتى نتاكد انه لا يحمل هذا الفيروس. وهذه اجراءات طبعا اتخذت، طيب هذه الاجراءات من الجهات المعنيه، ماذا عن الامكانيات التي تم توفيرها لكشف الوباء وللمعالجه في طبعا كما تعرف نحن نعمل بامكانيات شحيحه جدا، يعني امكانيات شحيحه جدا، ونعمل بجهود ذاتيه في مكتب الصحه والسكان، وهناك دعم من السلطه المحليه ايضا، السلطه المحليه تقوم بجهود وهناك جديه في هذا الامر، السلطه المحليه تتابع الامر اولا باول. لكن حتى الان نحن امكانياتنا هي الكوادر، يعني هي الكادر في القطاع الصحي، اضافه الى وعي الناس، يعني لان هناك تفاعل كبير من المواطنين لا باس، وهذا التفاعل سيفيدنا كثيرا جدا، اضافه الى انه هناك يعني الامكانيات، يعني هناك قعود من منظمه الصحه العالميه بتجهيز محجر في الضباب ومحجر في مديريه الضباب، وهذا سيكون مخصص لاي حاله اكتشف. نحن ان شاء الله عندنا امل كبير انه لن تكون هناك اي حاله حتى الان، ان شاء الله لن يصل هذا الوضع، لكننا الان نحن نتعامل مع الوضع وكانه قد وصل، يعني الاجراءات التي اتخذت على اساس اننا نعمل اجراءات وكان الوضع قد وصل حتى نمنع.
وان شاء الله الامور الاجراءات تمشي بطريق صحيح، وهناك جديه من قبل قياده السلطه المحليه وقياده الاستنطاق. نعم اشكرك جزيلا استاذ تيسير السامعي نائب مدير التثقيف والاعلام الصحي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وصلنا لختام هذه الحلقه، في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج الحلقه ماهر ابو المرفي.